أهلا بكم مشاهدينا. انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر لسقوط جزء من سور سلم مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، وأصيب في الحادث 7 طالبات وتم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ومن جانبه تابع الدكتور رضا حجازي الوقعة وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين، ولكن تبين من المعاناة حدوث تدافع بين الطالبات على سلم المدرسة مما أدى لسقوط جزء من سور سلم على الطلاب. وكانت قد شهدت بالفعل مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية في أول أيام العام الدراسي انهيار سور سلم الدور الأرضي أدى لسقوط العديد من الإصابات بين طالبات المدرسة. حدث أيضا انهيار في طرابزين السلم الدور الأرضي في مدرسة المعتمدية بكرداسة بالجيزة وليس انهيار في سور المدرسة. وأيضا الجدير بالذكر أنه لا يوجد وفيات من الفتيات في الحادث، وقيل أن انهيار سور السلم حدث نتيجة تدافع أولياء الأمور والطلاب للحاق بديسكات أو مقاعد الصفوف الأولى داخل الفصول. وأيضا تم إصابة عدد من الطالبات وأولياء الأمور في الحادث. حدث ذلك بالرغم من منع دخول أولياء الأمور إلى المدرسة، ولكنها لم تتمكن من شدة زحام أولياء الأمور واللي اقتحموا الأبواب. واستكمل بالفعل الدكتور رضا حجازي مشواره في فحص المدارس في محافظة بني سويف، حيث توجه اليوم إلى المحافظة لمتابعة بدء الدراسة والاطمئنان على سير العملية التعليمية. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تبدأ جولة وزير التربية والتعليم في محافظة بني سويف من مدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات بمدينة بني سويف. أما عن المدارس التي من المفترض أن يزورها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في بني سويف، فتتضمن زيارة مدرسة الشهيد أحمد محمد عبدو الرسمية للغات ومدرسة الشروق الرسمية للغات، وذلك بعدما تفقده أمس السبت الدكتور رضا حجازي والدكتورة منال عوض محافظ دمياط سير العملية التعليمية بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بمحافظة دمياط، وذلك بحضور عدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة. يعني ودي تعتبر يمكن أهم التفاصيل عن الحادث ومتابعة العملية التعليمية في بداية اليوم الأول الدراسي. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.